السلام عليكم تلاميذ الصف الثاني الابتدائي. اليوم عندنا موضوع جمع ثلاثة أعداد من مرتبة واحدة، صفحة 42. فكرة الدرس: أجمع ثلاثة أعداد من مرتبة واحدة. ثلاثة أعداد من مرتبة واحدة يعني مرتبة الآحاد فقط. فقرة أتعلم: نعطي مجموعة من الكرات، في الساف الأول ثلاث كرات، في الساف الثاني سبعة كرات، في الساف الثالث ثلاث كرات. المطلوب هو إيجاد مجموع هذه الكرات، يعني نجمعهم، نجمع الكرات، نعدهم، يعني نعد هاي الكرات كلها: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. مجموع الكرات هي 13 كرة. احنا طلعنا مجموع الكرات، حسبنا الكرات كلها، عديناها، طلع الناتج 13 كرة. بالامتحان ما ينطي لي كرات، بالامتحان ينطي لي أعداد، ثلاث أعداد من مرتبة واحدة يعني مرتبة الآحاد فقط: العدد الأول، العدد الثاني، العدد الثالث. المطلوب إيجاد مجموع هذه الأعداد الثلاثة، يعني نجمعهم ثلاثتهم ونطلع الناتج. أنا إذا جمعت هاي الأعداد الثلاثة دفعة واحدة تصير صعبة علي. يقول هناك طريقتان لإيجاد مجموع الأعداد. كيف أجد عدد الكرات بسهولة؟ من طريقتان: استعمل جمع الضعف، الطريقة الأولى استعمل جمع الضعف، الطريقة الثانية أكون عشرة. جمع الضعف يعني نجمع العدد مع نفسه، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، نجمع ثلاثة مع ثلاثة. بهذا المثال نجمع أربعة مع أربعة، بهذا المثال نجمع خمسة مع خمسة، بهذا المثال نجمع ثمانية مع ثمانية، بهذا المثال نجمع أربعة مع أربعة. هذا نسميه جمع الضعف، يعني نجمع العدد مع نفسه ونطلع الناتج. نجمع ثلاثة مع ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. الناتج نجمعه مع هذا العدد، مع العدد سبعة. شلون نجمع العدد سبعة مع ستة؟ سبعة بعقلي وأطلع ستة أصابع، سبعة بعقلي أكمل بعد السبعة أطلع ستة أصابع وأعد الأصابع. بعد السبعة 8، 9، 10، 11، 12، 13. الناتج 13. هاي الطريقة نسميها استعمال جمع الضعف، يعني نستعمل جمع الضعف، يعني نجمع العددان المتشابهان ثلاثة مع ثلاثة ونطلع الناتج، والناتج نجمعه مع العدد سبعة، سبعة زائد ستة، الناتج يطلع 13. الطريقة الثانية أكون عشرة، يعني أجمع عددان بحيث الناتج يطلع عشرة. ينطيني ثلاثة أعداد بالسؤال، أجمع عددان بحيث الناتج يطلع عشرة، والناتج العشرة أجمعها مع العدد الثالث، سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة، سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة، عشرة زائد ثلاثة يساوي 13. هاي الطريقة نسميها تكوين عشرة، يعني أكون عشرة. فقرة أتأكد، صفحة 42. أجد ناتج الجمع، أستعمل جمع الضعف. جمع الضعف تلاميذ، يعني بالسؤال ينطيني ثلاثة أعداد عددان متشابهان، ينطيني عددان متشابهان، هين الأربعة مع الأربعة، نجمع أربعة مع أربعة. جمع الضعف يعني نجمع العدد مع نفسه، أربعة نجمعها مع أربعة، أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية، الناتج طلع ثمانية. نجمع سبعة زائد ثمانية، سبعة بعقلي وأطلع ثمانية أصابع، أكمل بعد السبعة أطلع ثمانية أصابع،
بعد السبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. الناتج يساوي خمسة عشر. هاي طريقة جمع الضعف، يعني نجمع العدد مع نفسه، أربعة مع أربعة نطلع الناتج، والناتج نجمعه مع سبعة يطلع العدد خمسة عشر، هو الناتج النهائي. السؤال الثاني، استعمل جمع الضعف. جمع الضعف يعني نجمع العدد مع نفسه، خمسة زائد خمسة. خمسة زائد خمسة يساوي عشرة. عشرة زائد ستة، عشرة بعقلي وأكمل بعد العشرة أطلع ستة أصابع، أطلع ستة أصابع وأكمل بعد العشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر. الناتج يساوي ستة عشر. أجد ناتج الجمع، أكون عشرة. أكون عشرة يعني أجمع عددان من هاي الأعداد الثلاثة، أجمع عددان الناتج يطلع عشرة، يعني الناتج مع هاي العددان يطلع عشرة. ثمانية زائد ستة، الناتج أكثر من عشرة، ما يصير نجمع ثمانية مع ستة. ثمانية زائد اثنان يساوي عشرة. ثمانية زائد اثنان يساوي عشرة. عشرة نجمعها مع ستة، عشرة زائد ستة يساوي ستة عشر. الناتج ستة عشر. عشرة بعقلي وأطلع ستة أصابع وأكمل بعد العشرة، يطلع عندي الناتج ستة عشر. السؤال الرابع، أكون عشرة، أجمع عددا من هاي الأعداد بحيث الناتج يطلع عشرة. ثمانية زائد ثلاثة يساوي إحدى عشر، ما يصير. سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة. سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة. عشرة زائد ثمانية يساوي ثمانية عشر. هاي الطريقة أكون عشرة، الطريقة الثانية. فقرة أحل، صفحة ثلاثة وأربعون. أجد ناتج الجمع، أستعمل جمع الضعف. جمع الضعف تلاميذي قلنا يعني نجمع العدد مع نفسه، العدد ثلاثة زائد خمسة زائد ثلاثة، نجمع العدد مع نفسه، ثلاثة زائد ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. نجمع خمسة مع ستة، الناتج طلع ستة، الناتج نجمعه مع خمسة. خمسة زائد ستة، خمسة بعقلي وأكمل بعد الخمسة، أطلع ستة أصابع أكمل بعد الخمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر. الناتج إحدى عشر. السؤال السادس، أستعمل جمع الضعف، يعني نجمع العدد مع نفسي، ثمانية مع ثمانية، ثمانية زائد ثمانية يساوي ثمانية بعقلي، وأطلع ثمانية أصابع أكمل بعد الثمانية، تسعة عشر، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر. الناتج يساوي ستة عشر. ستة عشر زائد اثنان يساوي ثمانية عشر. ثمانية عشر.